هوية بريس. المبادرة الملكية بإدخال المغرب إلى نادي منتجي اللقاحات هي عبارة عن ثورة يقودها الملك عن رؤية استباقية ميزت المقاربة المغربية أو لنقول المقاربة الملكية في تدبير جائحة كورونا. جلالة الملك يعرف أن كورونا لا زالت مستمرة في الزمن، وأن عالم ما بعد كورونا هو عالم مختلف، ولذلك هو يعمل على أن يعد المغرب إلى هذه المرحلة المختلفة من التاريخ. هذه الشراكات التي عقدها المغرب مع الشركة الصينية سينوفارم ومع الشركة السويدية ريسيفارم ستمكنه من تحقيق السيادة اللقاحية. نحن نعرف ونتذكر كيف كانت هناك حرب الكمامات ثم حرب اللقاحات، وكيف أن الدول الأوروبية والدول المصنعة تفرض نوعا من الحماية على اللقاحات لكي تستفيد شعوبها أولا. ولذلك نحن نستعد لهذا العالم الذي يتميز بنظرة اللقاحات وبالتنافس الشديد على اللقاحات. المبادرة المغربية تروم تحقيق الأمن الصحي، استقلالية القرار الصحي، وبالتالي استقلالية القرار السياسي. وهذا الأمن الصحي هو موجه للإخوة الأشقاء في المغرب العربي أولا وفي إفريقيا. نحن نعرف أن إفريقيا لا تتلقى إلا الدعم الشفوي من الدول العظمى، وأن عليها أن تعول على الدول الإفريقية الرائدة في مجال الأدوية، ومن ضمنها أو في طليعتها يوجد المغرب. اللقاحات ستصبح جزءا من الدبلوماسية الناعمة للمغرب. نرى أن الدول الأوروبية تعبر عن جشع كبير، هي تفكر الآن في جرعة ثالثة لمواطنيها، وبالتالي فإن الوتيرة التي يتم بها تلقيح الأفارقة الآن إذا استمرت على نفس المنوال فسيستغرق الأمر في إفريقيا 10 سنوات إلى 15 سنة لتحقيق المناعة الجماعية. وبالتالي فالمغرب عندما يدخل نادي مصنعي اللقاح فهو يحمي نفسه ويحمي إفريقيا ويتحول في زمن ما بعد الجائحة إلى عملاق دوائي إفريقي سيكون مفيدا لنفسه وللأفارقة الأشقاء. هوية بريس.